السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من جديد في فيديو لشرح الأسئلة المجمعة في الأسايمنت 2. نبدأ على طول فأول سؤال عشان وقتكم. أول سؤال عندي بيقول لي the opposite force to the direction of motion that prevents an object from moving is called. بيقول لي القوة العكسية أو المعارضة لاتجاه الحركة وبتمنع الجسم من الحركة احنا بنسميها ايه؟ طيب هتقول لي الكلام ده ازاي هو اختار static frictional force وانا عندي ممكن اختار kinetic frictional، ما الاتنين قوة احتكاك. في فرق ما بين الستاتيك والكينيتيك، تمام؟ هما الاتنين قوة احتكاك، بس انهي فيهم بقى اللي تمشي مع الجملة دي؟ وانا بعرف في شرح الشابتر قلت قبل كده ان الستاتيك فريكشنال هو قوة بتعارض أو قوة بتعارض وبتمنع الجسم من الحركة، ده إيه؟ ده الستاتيك بريفنت تمنع. أما الكاينتيك فريكشنال فورس قلنا برضو هي قوة بتعارض لكن بتؤثر في الجسم أنت أثناء الحركة، هتلاقي مكتوب إن موشن في الحركة هو بيتحرك، عشان كده الاختيار الأمثل هو الستاتيك فريكشنال فورس. ننتقل إلى كويتشن 2. كويتشن 2 هنا مسألة بيقول لي جسم عندك 3 كيلو جرام، تمام، موضوع تحت acceleration او متجه التسارع اللي هو 2i زائد 5j. طالب بيقول لي فالماجنتيود بتاع result force acting المؤثره في الجسم ده هتكون ايه؟ هروح بسرعه كده سريعا واقول هو معطيني هنا ايه؟ معطيني هنا الام بتساوي 3 معطيني هنا الام ب 3 كيلو جرام، تمام، وبعد كده مديني الاسريشن بتاعتي الاي بتساوي 2 اي زائد 5 جي، وطالب مني اللي هو الايه المجهول عندي؟ المجهول عندي القوه. طيب انا عندي القوه، لو انت بتتكلم على القوه هتساوي الام في الاي، صح؟ عارفين الكلام ده طبعا، منساش ان ده متجه، منساش ان ده متجه، فالام عندي ب 3 وراح فاتح قوس كاتب 2 اي زائد 5 جي. طيب اضرب ده مره هنا ومره ده فين، مره في الاثنين ومره في الخمسه، مره في الاي ومره في الجي، 3 ضرب 2 تبقى 6 اي، وال 3 ضرب 5 تبقى 15 جي. طيب انا كده جبت المتجه متجه القوه، لكن هو للاسف لو انا بصيت في الاختيارات هتلاقي معطيني ارقام، وكمان هو قال لي هات الماجنتيود، فانا عشان اجيب الماجنتيود لو انتم فاكرين قلنا هستخدم نظريه فيثاغورس اللي هو تبقى 6 تربيع زائد كام؟ زائد 15 تربيع، جذر كام؟ 6 تربيع ب 36 و15 تربيع ب 225، لو انا جمعتهم هيطلعوا جذر 261. يبقى كده حلينا المسألة بسهولة جدا. ننتقل إلى السؤال كوتشن نمبر 3. كوتشن نمبر 3 بيقول لي لو في جسم موجود في حالة اتزان، أي من الجمل الموجودة دي غير صحيحة؟ أول حاجة الجسم طالما في حالة اتزان ممكن يكون الأسريشن بتاع الأوبجيكت بزيرو، أيوة أنا قلت قبل كده التسارع بتاع الجسم ممكن بزيرو في حالتين، لا إما الجسم ساكن لا إما الجسم بيتحرك في حركة بحركة منتظمة، تمام؟ بس الجملة الأولى دي بالنسبة له صحيحة، تمشي مع الاتزان. الجزء الثاني سرعة الجسم بتعني الثبات، ايوه انا قلت معنى الثبات ان هي تكون ثابتة منتظمة، تمام، انا ماشي بسرعة 50 مثبت على 50 ماشي بسرعة 100، يبقى الجملة دي بس صحيحة، يبقى الجسم متزن طالما ماشي بسرعة منتظمة متزن. طيب قال لي ان النت فورس اللي هي القوة المحصلة اللي مؤثرة على الجسم بتساوي زيرو، وانا قلت الكلام ده اول حاجة بتمثل الاتزان ان القوة المحصلة تكون بزيرو، ممكن القوى المؤثرة من فوق، قوى مؤثرة من تحت، من على الجنب، كل ده لما بجمعهم وباخد في الاعتبار الاتجاهات اللي هي الموجب والسالب وطلعت زيرو، يبقى إذن الجسم في حالة اتزان، يبقى الجملة الثالثة صحيحة. يبقى الجملة الرابعة بيقول لي إن الجسم يجب أن يكون في حالة السكون، طبعًا غير صحيح. ما ينفع إن الجسم لو شال مصتي بإيده ممكن ساعتها كنت اعتبرت الجملة صحيحة. أيوه لو الجسم في حالة سكون يبقى الجسم متزن، لكن مش لازم يكون في حاله سكون عشان اقول ان الجسم متزن، يبقى الجمله دي
غير صحيحة، هي الجملة الوحيدة الغير صحيحة. ننتقل إلى كوتشن فور. هنا مسألة بيقول لي وزن شخص كتلته 80 كيلو جرام على الأرض، وزنه كام؟ أقول له مفيش مشكلة، بسيطة جدا، هو مديني 80، مديني إن الكتلة كام؟ الكتلة ب 80، 80 كيلو جرام، وطالب الويت. فاكرين أنا قلت الويت بتساوي إيه؟ الويت بتساوي قوة الجاذبية بتساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. هو قال لي على الأرض، من عجلة الجاذبية الأرضية على الأرض ب 9.8، إذا أنا هحط هنا 80 ضرب كام؟ ضرب 9.8، شوف هتطلع كام بالآلة الحاسبة بسهولة جدا. يبقى أنا عندي هنا 9.8 ضرب 8 تطلع كام؟ تطلع 784. يبقى أنا هكتب 784. طبعا أنا نسيت هنا أكتب نيوتن، الرقم ده نيوتن، وبرده 784 ما انساش إن هي نيوتن لأنها قوة. أروح ألاقي الـ 784 دي موجودة؟ أيوه 784 نيوتن. أنتقل إلى كويتشن نمبر 5. كويتشن نمبر 5 بيقول لي أي من الجمل دي بتكون صحيحة؟ يبقى الجمل كلها اكيد خاطئه ما عدا واحده هي اللي بتكون صحيحه. اول جمله بيقول لي الكاينتيك فريكشنال فورس بتساوي الماكسيمم استاتيك فريكشنال فورس، غير صحيح طبعا. قال لي الجمله الثانيه ان وزن الجسم هو نفسه على وزن الجسم على الارض هو نفسه اللي على القمر، خطا، لان عجله الجاذبيه بتتغير من على الارض ومن على القمر. طيب قال لي الطريق الوحيد عشان اخفض حركه الجسم ان انا اسرع عليه بقوه. طبعا الجمله دي صحيحه، مش احنا قلنا لو انتوا فاكرين قانون نيوتن قلنا ان الجسم بيبقى على حاله كتلة الجسم لا تعتمد على موقعك، يعني انت لو انت واقف هنا في الجزء اللي انت واقف فيه كتلتك ب 80، لو اتحركت 50 متر كتلتك بقت ب 81. الكلام ده غير صحيح طبعا. تمام، ننتقل الى كويشن نمبر 6. كويشن نمبر 6 برضو سؤال بيقول لي ذا سيم نت فورس، بيقول لي لو انا عندي قوتين محصلتين A و B الاثنين بيساووا بعض، تمام، وبيقول لي ان الاسريشن بتاع الجسمين ليس غير متساويين. فمثلا الجسم A له acceleration اكتر بثلاث مرات من الاوبجكت B، فايه اللي هيكون صحيح؟ طيب خلينا نشوف الكلام ده، لان الكلام ده معادله لازم اكون موضحها قدامي. اللي هو ارجع هنا، هو قال لي انا اول حاجه هعتبر ان انا عندي قوتين جسمين F1 المؤثره على الجسم اللي هو ال M1 في الـ A1، وعندي الجسم الثاني بيأثر عليه F2 بيساوي M2 A2. قال لي إن الـ F1 بيساوي الـ F2، تمام؟ ده أول معطيات. يبقى أنا عندي دلوقتي الـ F1 بيساوي الـ F2، هسويها F. وقال لي إن الـ A1 بتساوي 3 A2، تمام؟ طيب هو طالب دلوقتي أشوف بقى الـ A الكتلة هتبقى علاقتها إيه؟ فأنا دلوقتي أشيل الـ F هنا، هتبقى الـ F بتساوي M1 A1، ممكن احط مكان ال A1 اشيلها واحط مكانها 3 A2، هشيل دي واحط مكانها 3 A2 طبقا للمعطيات اللي معطاها، تمام. وهنا F هشيل F2 واخليها F، هتساوي M2 واحط A2. طيب لو انا طبعا ال F هي ال F، فهساوي معادلتين ببعض، يبقى ال M1 في 3 A2 تساوي M2 A2، طبعا الـ A2 تروح مع الـ A2، تمام؟ يبقى بص أفاجأ إن الـ M2 بتساوي 3 M1، يبقى الكتلة بتاع الجسم الثاني تساوي 3 أضعاف كتلة الجسم الـ A الأولاني، فأفاجأ هنا بيقول لي إن الجسم A له أقل فراكشن من الجسم B، ملوش أي علاقة، الكلام ده ملوش أي علاقة لا الأسلريشن ولا القوة. الجسم B 3 مرات من الجسم A، أو الكتلة كتلة الجسم B اكبر من الجسم A بثلاث مرات، ده صحيح وانا اثبتها الكلام ده بالمعادله. وبقيه الايه الجمل، نبص للجمل الثالثه برضو، ان الجسم A ثلاث مرات كتلته من الجسم B، غير صحيح. الجسم A والجسم B لهم نفس الكتله، غير صحيح. ننتقل الى الكوتشن نمبر 7. كوتشن نمبر 7 بيقول لي
هورس بولز كرتون، تمام، حصان دفع كرتون. فبيقول لي لو اف واحد اللي هي قوه الحصان، تمام، ده الخاص بقوه الحصان المؤثره على الكرتون، واف 2 هو قوه رد الفعل بتاع الكرتون، تمام. طيب بيقول لي ايه اللي هيبقى صحيح من المعادلات دي، ان اف 1 بتكون اف 2 ولا اف 1 بيساوي اف 2 ولا اف 1 اكبر من اف 2 ولا اف 1 بيساوي سالب اف 2. ده قانون نيوتن الثالث يا شباب، اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد ليه في الايه؟ في الاتجاه، تمام؟ طيب ننتقل الى كوتشن نمبر 8. هنا مديني بوكس كتلته 5 كيلو جرام، موجود على طاوله افقيه، تمام، مؤثر عليه بقوه 15 نيوتن، ومعطيني بيقول لي اف لو معامل الاحتكاك 0 فاصل معامل الاحتكاك 0.4، ايه الماكسيمم بوسيبل فراكشن، تمام. هو دلوقتي طالب ايه؟ هو دلوقتي طالب قوه الاحتكاك. قوه الاحتكاك اخذناها قبل كده، ايه قوه الاحتكاك؟ قوه الاحتكاك مدهاني اللي هي لو انتم فاكرين الاف كي او الاف اس هتساوي ميو كي في الاف ان. طيب الميو كي ده عباره عن ايه؟ هو مدهاني ب 0.4 في المساله اللي هو معامل الاحتكاك، والاف ان لو انتم فاكرين يا شباب عباره عن ام في جي، الكتله اللي هي ب 5 والجي اللي هي ب 9.8. لو انا حبيت استخدم الاله الحاسبه فافاجئ الاقيها ان هي طلعت 19.6، ما تنساش ان هي ايه؟ نيوتن. الكلام ده غير صحيح. لو انت رجعت وقلنا نستخدم الكلام ده على الاله الحاسبه، بص كده 0.4 ضرب 5 ضرب 9.8 تطلع كام؟ تطلع 19.6. ننتقل الى الكوتشن نمبر 9. كوتشن نمبر 9 بيقول لي لاي تصادم، لاي حدث يوجد ايه؟ يوجد ان ايكوال اند اوبوزيت رياكشن، في ممكن يكون قوتين متساويتين ومتعاكستين، او اي رياكشن بيبقوا الاثنين متساويين وعكس بعض. ده طبقا لقانون نيوتن الثالث صحيح، وانا اخدته فوق، كان في مساله فوق اللي هي الاف 1 بيساوي سالب اف 2. طيب كوتشن نمبر 10 بيقول لي الاسريشن بتاع الجسم، التسارع بتاع الجسم بيتناسب او بيعتمد على الكتله، بيتناسب طرديا مع الكتله وعكسيا مع القوى المحصله. طيب خلينا نبص كده نشوف شكل المعادله عشان نقول مين اللي بيتعامل مع مين، اللي بيعتمد على مين. انا عندي اصلا القوه الاف نت بيساوي الام اف اي، تمام. هو دلوقتي عايز يقول لي الاسريشن بتساوي الاف نت مقسوم على الام، يبقى ساعتها الاسريشن بتناسب طرديا مع اللي فوق وعكسيا مع اللي تحت، يبقى بتناسب طرديا مع القوه وعكسيا مع الكتله. الكلام ده هو قايله؟ لا، هو قايل العكس، بتناسب طرديا مع الكتله وعكسيا مع القوه، يبقى الاجابه فولس. طيب ننتقل الى كويتشن نمبر 11. كوتشن نمبر 11 بيقول لي السطح الخشن هارد سيرفيس بينشئ اكتر احتكاك من السطوح الملساء. صحيح طبعا، سطح الخشن بيكون فيه احتكاك اكتر من السطوح الملساء. السطوح الملساء بيكون الاحتكاك بتاعها ضعيف من السطوح الملساء، من السطوح الخشن. طيب وفقا كوتشن نمبر 11 بيقول لي وفقا للقانون الاول لنيوتن، ان حاله الجسم من الحركة لا تتغير مع القوى المحصلة المؤثرة عليه بتساوي زيرو. طيب مش احنا قلنا ان الجسم طبقا لقانون نيوتن الاول، قلنا الجسم بيبقى في حالة سكون او حالة حركة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته، تمام. طيب هو لو في حالة السكون معناه ان القوى المؤثرة عليه بزيرو. طب هو لو في سرعة منتظمة برضه ان هو معناه ان هو في حالة اتزان والقوة المؤثرة عليه بزيرو، يبقى الإجابة ساعتها صحيحة ترو. طيب هنا السؤال اللي بعده كوتشن نمبر 13 بيقول لي ان الويت والماس ار ذا سيم كوانتيتي، الكتلة والوزن لهم نفس الكمية. خطأ، الكتلة كمية والويت كمية تانية خالص، ده حتى الماس كمية قياسية، الويت كمية متجه، الويت قوة والماس كتله، تمام. يبقى خطا، لا طبعا ليس لهم نفس الايه، ليس لهم نفس الكميه. طيب ننتقل الى السؤال او كوتشن نمبر 14
بيقول لي هنا ان الفورس از فيكتور كوانتيتي، صحيح لحد هنا صحيح. بيقول لي ان القوه كميه متجهه، ودائما بحيث ان هو يوجد دائما لها الاتجاه لازم يكون في اتجاه معها مع القيمه بتاعتها، صحيح. كميه متجهه قلنا لازم يكون عندها حاجتين، الماجنتيود والدايركشن. طبعا الدايركشن هو الزياده، الزياده على الكميه اللي هي الايه المتجهه. طيب ننتقل الى الكوتشن نمبر 15. كوتشن نمبر 15 بيقول لي قوه الاحتكاك بتؤثر في اتجاه الحركه بالنسبه للجسم. لا طبعا لو انتوا فاكرين انا قلت بيؤثر في او عكس اتجاه حركه الجسم، تمام. لو حركه الجسم ناحيه الموجب يبقى هو بيتحرك ناحيه السالب، لو حركه الجسم ناحيه الاتجاه السالب يبقى قوه الاحتكاك ناحيه الاتجاه الموجب. لا خطا، بيكون عكس الاتجاه، حركه قوه الاحتكاك بتكون عكس اتجاه الجسم. السؤال الاخير عندي في الاساينمنت 2 اللي هو بيقول لي الكومباينيشن المجموع القوى كلها المؤثرة على جسم اللي احنا بنسميها النت فورس، صحيح اسمها القوى المحصلة، جميع القوى. انا عشان كده بقول لك انا بجيب النت فورس، يعني بجيب كل القوى المؤثرة وبجمعها وباخد في الاعتبار الاتجاهات، وساعتها بتطلع النت فورس بتاعي على حسب ما بتطلع زيرو، طلعت موجب، طلعت سالب، على حسب مين الاكثر ساعتها بتطلع. انا بكده خلصت شرح الاساينمنت 2، ان شاء الله موفقين في الاختبارات القادمة، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.